اليهود في مصر وجودهم كان كله من بلاد أجنبية، يعني ما فيش جالية أصلية في مصر. كل اليهود اللي كانوا عايشين في مصر كانوا جايين من بره، اللي من بلاد عربية اللي من بلاد أجنبية. عائلتي من المغرب، من ماروكو وألجيريا، عشان كده كان عندنا باسبورتات فرنساوي، مواطن فرنساوية أنا ومراتي وكل إخواتي كانوا بجنسيات أجنبية. كنا جام يهود وجام فرنساويين، وبعد العدوان الثلاثي بتاع إسرائيل وفرنسا وإنجلترا يعني اتردنا من ناحيتين، لأننا يهود وإننا فرنساويين. أنا اسمي فيليكس بيتيتو، أنا مولود في الإسكندرية واتنقلت بعد كده للقاهرة. أنا اتولدت سنة 1930، سنة 1939 قامت الحرب العالمية الثانية. كانوا في إسكندرية في غارات جوية من الألمان، قالوا لي بدل ما تقعد في إسكندرية تعال القاهرة عشان القاهرة أقل خطر من الإسكندرية. لحد 1948 أنا كنت عايش في إسكندرية، بعد كده اتنقلت القاهرة وهناك بدأت نشتغل، وهناك اتعرفت على زوجتي على مراتي واتجوزنا. كان عندكم دكان؟ كان عندنا في إسكندرية دكان بتاع بويات وأدوات معمار. لحد سنة 48 بدي الاضطهاد ضدنا، وبدأت المعاملة تبقى معاملة سيئة، لأن قبل كده ما كانش في فرق ما بيننا وبين المسلمين. كنا عايشين كويس، كنا ساكنين في بيوت مع المسلمين، كنا بنشتغلوا مع المسلمين، كنا أصحاب مع المسلمين. كان كل العيشة بتاعتنا كانت عادية جدا جدا لحد سنة 48، كله انقلب عشان حكاية وجود الدولة الإسرائيلية. كنا ساكنين في بيت قدام البحر على طول، كنا ساكنين رابع دور، كان عندنا فراندا نشوف البحر كله. شارع ايه اسمه كان؟ شارع الكورنيش. اما كنت في القاهرة سكننا في شارع العباسية، كان بعد هناك بعد بيت البيت بتاعي كان في ميدان كبير اسمه ميدان العباسية، من هناك كانوا يروحوا لمصر الجديدة. بعد سنة 48 بيجي يعني يعملوا حصار على اليهود، كل جواب كان يوصل لليهود كان يفتحوه قبله ويقروه قبل ما يجيبوه، مراقبة على الخطابات اللي بتجي. الأشغال بيجوا ما يقدوش يشغلوا يهود في مطار بتاع مسلمين، في المدارس بيجوا الاضطهاد بين اليهود والمسلمين، يعني العيشة بدأت تتقلب وتبقى سيئة. والدي كان عنده محل خياطة، كان خياط. بعد ما توفى والدي كان أخويا كبير بيشتغل معاه، قلب من الخياطة وفتح دكان بويات وأدوات البنى، وهناك فضل الدكان ده لحد ما اتردنا من مصر وسيبنا الدكان زي ما هو. كان عندنا سيارة وبيوتنا بالعفش كله، فضلوا كله هناك في مصر، ما خدناش إلا 100 جنيه مصري وسيبنا مصر ومشينا. ومين أخذ الأغراض والعربية وكله؟ كله يتأمموا. أختي كان جوزها كان غني، كان عنده 4 بنايات أمموهم، أخذوا الـ4 بنايات بالسكان بتوعهم كلهم. هم كانوا فين؟ كانوا في القاهرة. كان عنده عوامة في النيل، كان أخذوها، أخذوا كله. كان عنده دكان ساعات وأدوات ساعات، أخذوا كله، ما أمموا كل الممتلكات بتاع اليهود اللي كانوا عايشين في مصر. كان عندي أصحاب بيت مسلمين، أبو الفيديو يبتعدوا عني لما جت حكاية 48 والدولة الإسرائيلية.
كان في كنيسة يعني رحت تصلوا؟ كان عندنا في مصر حارة اليهود، كان في القاهرة، كانت كلها كنائس، كان في 14 كنيسة بتاع يهود. في اسكندرية كان في 2 كنائس كبار وكم كنائس صغيرين، وكان في كنيسة واحدة بتاعت الاشكناز. لما اتجوزت 1954 في الكنيسة، كانت في شارع النبي دانيال، كان اسمها الكنيسة الكبيرة، وكان في كمان كنيسة بتاعت البارون منشي، كنيسة كبيرة في اسكندرية. دول كانوا 2 كنائس الكبار في اسكندرية. بعد كده بدوا مظاهرات وبدوا عايزين يطردوا كل اليهود اللي موجودين في مصر، واليهود اللي كانوا وقتها كان في تقريبا 150,000 يهودي في مصر، بدوا يهاجموا بقى يطلعوا من هناك، اللي راحوا جوه هنا، اللي راحوا برازيل، اللي راحوا فرنسا، اللي راحوا ألمانيا، يعني هاجموا لكل البلاد تاني، سابوا مصر. دلوقتي ما فيش ولا واحد يهودي في مصر. فضلوا من كم سنة كم عجزان ما كانوش يسيبوا يعني، وبعدين ماتوا تراب، يعني القبر تراب بتاعت اليهود كلها اتهدت، وسكنوا فيها عرب مسلمين. فين؟ في القاهرة. في اسكندرية فضلت التراب بتاعت اليهود زي ما هي، ما هدوهاش. أما دور حفيدي راح مصر، بعتوا يشوف التراب، القبر بتاع أبويا، وصوروا وبعتهولي. من سنة 1948 توفى والدي، لحد النهاردة القبر بتاعه موجود هناك سليم وكويس في اسكندرية. في مقبرة ايه؟ اليهود؟ مقبرة اليهود كان في مزاريتا، في حتة اسمها مزاريتا. ورحت القاهرة بديت نشتغل، اشتغلت سواح، نبيع يعني أدوات الأدوية للأجزخانات. وقت كنت لازم نسافر كل القاهرة يعني لحد فوق الصعيد فوق، شزرت أنا نعرف القاهرة واسكندرية وكل ضواحي مصر زرتها، لحد الأهرام وفلوسر وأسوان، كل المسارح اللي فيها الأثارات كنت فيها، عشان كنت بنشتغل وبناخد طلبات من الأجزخانات. كنت تتكلم صعيدي؟ كنت نتكلم صعيدي، نتكلم كله، نتكلم بلدي، نتكلم عامي، نتكلم فصحى. أنا خلصت الثانوية في مدرسة مصرية، ما كانش في مدرسة ثانوية يهودية يعني؟ يهودية، كان في ثانوية بتاع أجانب، يا مسلمين يا طلاينة. بعد 56 العدوان الثلاثي ما رضوش بقى يخلونا نعيش هناك، طردوا كل اليهود اللي كانوا الأجانب. كان في بقى يهود ما عندهمش جنسية خلوهم. كان عندي أخت متجوزة جوزها ما عندوش جنسية وما ادولهمش. اليهود اللي في مصر ما خدوش الجنسية المصرية أبدا، يعني فضلوا بدون جنسية. لما قامت الحرب أمنوا كل الممتلكات بتاع اليهود وبتاع الفرنسيين وبتاع الإنجليز، أخذوا كل البيت والدكان والسيارة، كل أملاكنا أخذوها. ليه؟ سيبناها عشان قامت الحرب العدوانية من إسرائيل على مصر. دي كانت سنة 56؟ دي 56. طب ليه يعني حكوا ايه بعد؟ عشان قالوا ان احنا يعني اعداء، وليش عشنا وكل مالنا واموالنا عملناها في مصر ما ناخدوهاش، نسيبوها، ممنوع ناخدوها معانا. كان لازم تعمل ايه ساعتها يعني؟ دعوك على وزارة الداخلية يعني؟ في الباسبور كتبوا لي انت ملزوم تسيب البلد في مدة 7 ايام، وكان مسموح لي بس نطلع ب100 جنيه مصري ولا زيادة ولا أقل لكل نفر.
لما قالوا لك تسيب مصر سنة 57 ما قالوا ليش طردوني أمروني ادوني أمر نسيب البلد في مدة 7 أيام. طب عملت إيه يعني؟ جهزت نفسي اشتريت هدوم وكله عشان يبقى عندي حاجات وهدوم لما نسافر بلد تانية نكون جاهز نعرف ايش نلبس وازاي نتصرف عشان يبقى لي اسهل اما نعيش في بلد تانية من البلد اللي عشتها طول عمري وتولدت فيها. ركبت عبور البحر من اسكندرية ووصلنا لمارسيليا. قعدت في مارسيليا 3 جماعي ومن هناك كان يا نقدر نقعد نعيش في فرنسا او نجي اسرائيل. لما جو قالوا لنا يستحسن ان احنا نجي بلدنا ونعيش في بلدنا. قدرنا نفهم ان دي لمصلحتنا وجينا بقى من بلد من مارسيليا لحيفا بالبابور البحر سنة 57 وصلت هنا. انت مبسوط انك جيت اسرائيل وما فضلت فرنسا؟ هنقول لك في الاول كان صعب لان العيشة هنا سنة 57-58 لما جينا هنا بعتونا بعيد في كريات شمونة. كريات شمونة كلها كانت شارع واحد ولا في بيوت ولا في حاجة. حطونا في سريف خشب بلمبات جاز وبعد كده أخذنا بيت في حولون ودخلت اشتغلت في بنك في البنك بنك ديسكونت. اشتغلت 30 سنة وصلت نائب المدير وبعدين بقى طلعت معاش سنة 89 1989 تقاعد يعني. ايوه تقاعد من 1964 دخلت البنك لحد 1989. واليوم انت مبسوط انك جيت اسرائيل؟ في الاخر انا مبسوط ومش ندمان ان انا ما قعدتش في فرنسا. طب ليه؟ إيه عشان الكويس عشان في اسرائيل إيه؟ الكويس في اسرائيل ان في امان يعني انت عايش في بلدك يحموك ما فيش عندك خوف من اي ضرر حد يأذيك حد يعورك حد يقتلك. في امان هنا وبلدك ولغتك شعارك شعبك. اليوم حضرتك عمرك 93 او 94 سنة. ايوه وحشك حاجة في مصر يعني حابب؟ لا يعني في مصر في الاول كنا مبسوطين لكن مصر يعني ما تقدمتش زي ما لازم تتقدم يعني فضلت متأخرة. واليوم لو كان عندك مجال ترجع تعود؟ لا ما فيش بدون شك. لا ليه؟ عشان اتأقلمت هنا يعني تعودت على البلد كونت نفسي في البلد عشت في البلد وانا مبسوط دلوقتي ما انا قاعد.